يعني دافع ثاني علينا أن نهتم بهذه الأمور ونوضح للعالم للمؤسسات الدولية أنه هذا الشعب مهما طال الاحتلال بل وما زال هو متمسك بأصالته بتقاليده وهي مناسبة العيد وغيرها. لذلك علينا أن نعطي رؤية ثانية، علينا أن نعطي مثل ما نوضح مطلومية شعبنا، هنالك تقاليد موجودة عند الشعب الأحوازي تفصله عن الشعب الإيراني عن الشعب الفارسي، علينا إيصالها إلى المؤسسات الدولية أنه هذه أعيادنا، انظروا هذه تقاليدنا تختلف عن تقاليدهم وتختلف عن عاداتهم. إضافة إلى ما عكس معاناة شعبنا بالتأكيد، إذا كان ننظر ناخذها غير المسائل الثقافية، إذا تطرقنا للقضايا السياسية بالتأكيد هنالك يجب علينا كتنظيمات أحوازية موجودة في المهجر أن نعكس قضايا شعبنا، علينا أن نعكس مظلومية شعبنا، علينا أن نعكس معاناة ما يمر به السجين الأحوازي، علينا أن نعكس ما يمر به المهجر الأحوازي، وخصوصا نحن شاهدنا وما ولم نكن نتوقع بهذا الشكل أنه تسلم هنالك مرأة أحوازية هي مع أطفالها الخمسة بيد النظام الإيراني وهي دخيلة عد نظام عربي يؤمن ويعتقد بها تقاليد كثيرة. لذلك علينا أن نعكس هذا الأمور إلى العالم أجمع، علينا أن نعكس إلى هذه القضايا أنه هذا الشعب صامد مهما كان مهما طال الأبد ومهما تهجرت أبنائه، هو صامد أينما كان وأينما وجد سوف يعكس معاناة شعبه وسوف يعكس أيضا في نفس الوقت التقاليد الثقافية أو الطبائع المختصة به. شكرا. رجاء بشكل مختصر، ما هي رسالتك للشعب الأهوازي اللي انتفض وما زال ينتفض بمثل هذه المناسبات مثل الأعياد أو المناسبات الأخرى؟ بالتأكيد إن شاء الله أبناء شعبنا هم مستمرين وما يحتاجون حتى لتفكيرهم بهذه الأمور. الحمد لله اليوم القضية الأحوازي والشعب الأحوازي بشكل عام هو واعي مستمر. إذا كان أريد أقول أنا بودي أنه شعب الأحوازي يستمر بانتفاضته وهذا ما نطلبه، ولكن علينا أن ندقق باستمرارية الانتفاضة، علينا أن لا نتسرع بالقضايا ونخسر بدل ما نكسب، خصوصا ونحن نمر بظروف حساسة. يجب علينا الاستفادة من الوقت ولا نتسرع وتكون فعاليتنا نابعة من إحساسات، لا بل علينا أن ندقق وحتى تستمر الانتفاضة، نحن نريد أن تستمر الانتفاضة. فلذلك إن خسرنا شخصا واحد من أبناء شعبنا في طريقة غير محسوبة لذلك هذا سوف يضر القضية الأحوازية. لذلك أنا أخاطب أبناء شعبنا من هنا من فضائيتكم الموقرة أنه يستمر في انتفاضته ويستمر بعصيانه ضد المحتلين ويستمر بالعصيان المدني إن لم تكن الأمور الأخرى متوفرة، ولكن علينا أن نستمر أينما كنا في الداخل أو الخارج، علينا أن نستمر بانتفاضتنا ونعطيها ولا نجعل الانتفاضة هي خلص سنة من السنين صار هنالك فضائية انتفاضة وانتهت، لا علينا أن نستفاد من عدها بشكل صحيح للمؤسسات الدولية لأنها حملت كثير من القضايا، حملت كثير من المعاناة، حملت كثير من دعنا نقول إلى رسالة قوية، حملت رسالة قوية إلى العالم، إلى العالم العربي، إلى العالم الإسلامي، إلى العالم الخارجي. هذا الشعب الذي مرت عليه 33 عاما تحت الاحتلال وما زال متمسك بهويته وإصالته. شكرا. نشكر الأخ علي أبو خلود نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، شكرا لك يا أخي. وطننا مدرستنا ونهار بيوتنا ودمنا وطبعنا وهوانا وليلنا وصبح النياسين، وطننا مدرستنا وطيف للعين وضواها وشوفها ومحبوبها الزين، وطننا يا ابو نهر الهيل والليل يا ابو الهم والتعب يا ابو المجاريح يا ابو نجمه مشرعه ملاقي الغيم
وتعاند لو يطيح السما ما تطيح. يا وطن يا ما تحنيت وغفى بدمع عتابك، يا ما عاندت روحي اعلب الواك، تمنيتك وفي وتوفي بجوابك، يا ما شفت بروحي روحك، يا حضوري ويا حضورك، يا ابو داري يا ابو ناري، يا عذابي يا عذابك، وش غيابك طولت يا خي غيابك، وش غيابك يا وطن طولت يا خي غيابك، يا صحاري بروحي تتنطر سحابك، يا ما عمدت روحي بالطين على بابك، وش غيابك يا وطن وش غيابك يا وطن طولت يا خي غيابك، طولت يا خي غيابك. والسلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بألف ألف خير.